أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات، وعلى الهواء بثا مباشر في انطلاقاته جني أبناء القبائل في صباح هذا اليوم لسن اللقاية في انطلاقات وتحديات الأشواط المفتوحة. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة ثاني الأشواط للمهجنات الأصايل اللقاية الإبكار. مباشرة نتقدم مع المراكز الأولى، نطالع المقدمة والصدارة، شواهين على المركز الأول. حمدان بن محمد بن راشد بن نايع هنا ينطلق على المركز الأول مقدما شواهين في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، أتابع المركز الثاني فوارس القادمة، فوارس حمدان بن سعيد بن سالم قادم مع فوارس على المركز الثاني. المركز الثالث يأتي شعار النادر سهيل بن عبيد بن يميع القادم مع وهاجة في هذه اللحظات على المركز الثالث. الرابعة الشاهينية مانع بن محمد بن قطامي السويدي قادم على المركز الرابع. نقلة للمركز الخامس، أتابع بشاير سعيد بن بنانة بن غدير الجتبي قادم مع بشاير على المركز الخامس. نتابع المجموعة الثانية في هذه اللحظات. المركز السادس هذه فعايل عبد الله بن خليفة بن سالم بالصقعة الغفلي، والدخول على المركز السابع من الفارس ياسر بن خلفان بن سالم السنيدي قادم مع الفارس في هذه اللحظات. نتابع المركز الثامن مهمة سعيد بن منانة بن غدير وبن حاشوم الدرمكي يأتي ويطلق شيء من الأسماء. عوايد سلطان بن خليفة بن حاشوم يطلق اسمين في هذا المسار. هكذا هي النتيجة لمسار هذا الشوط للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في شوط المهجنات الأصايل الإبكار اللقاية سنة المفاجآت. ما شاء الله، عودة مع البداية، مع الصدارة، مع المقدمة، مع المركز الأول. شواهين حمدان بن محمد بن راشد بن نايع الغفلي، أهالي ميدان الشعب واللبسة يترقبون عبر قنوات دبي ريسينغ على الهواء بثا مباشر. شواهين المنطلقة في الصدارة من بداية هذا الشوط. النادر وراعي صايب قادم مع وهاجة سيل بن عبيد بن يميع قادم ويبغي السلام إلى أهالي النجمة في هذا الصباح المتميز. نتابع المركز الثالث، عليه تنافس في هذه اللحظات. راهية راعي زومان وصل، هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، هل الروضة قادمين؟ حضروا في سن الحقائق وقدموا في هذا اليوم. حمدان بن سعيد بن سالم قادم مع فوارس، قادمة فوارس والقادم أحلى وأجمل. هذه شهب خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان الفلاسي قادم مع شهب والقادمة كذلك مع ياسر بن خلفان بن سالم السنيدي. الكيلومتر الأخير، من سيحظى بأول أشواط المهجنات؟ التزام، أول نداء الالتزام. خالد بن لاحج الحلامي لحق عليهم في هذه اللحظات، ومرضية خليفة بن حمد بن سليم، ولكن بعود إلى الصدارة، بعود إلى أهالي النجمة، أهالي النجمة وأهالي ميدان الشعب وأهل الروضة وأهل مهذب. يا سلام. ولكن النادر راعي صايب غير على المركز الأول مع وهاجة، ولكن هجوم القادم من العين قادم. راهية هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري قادم مع راهية، منطلق مع راهية، والقادمة شهب خليفة بن علي بن حميدان وباللاحج وبن سليم الكتبي. يا هي معركة، يا هو تحدي مع أول أشواط اللقاية المهجنات الأصايل هنا على
المركز الاول، راهيه على المركز الاول، راهيه راهيه بن سالمين، بن سالمين والحلامي وبن سليم. ولكن اهالي الروضه، اهالي مدينه العين، من دانه الدنيا دبي، من المرموم، من السيل، الى اهالي العين، الى اهالي الروضه، الى رعي زومان، هزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري، اسعد الله صباحك بكل خير يا ابو سعيد. المركز الثاني وصلت التزام لخادم اللاحج الحلامي مرضي خليفه بن حمد بن سليم. لكتب المركز الرابع، هذه شوب لخليفه بن علي بن خليفه بن حميدان الفلاسي. والمركز الخامس هذه وهاج السهيل بن عبيد بن يميع. هكذا هي النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني في الأربعة كيلومترات 6 دقائق، نتابع كالعادة في هذه اللحظات وصول راهية و 16 ثانية نتابع مع التوقيت و6 أجزاء من الثانية. ثانينا والناموس لزاع بن سعيد بن سالمين المنصوري على فوز راهية بأول أشواط اللقاية المهجنات. الإعصائي المركز الثاني نتابع 17 أجزاء من الثانية، هذه بشعار الحلامي التزام خالد باللاحج الحلامي. المركز الثالث نتابع 6 و18 و4 أجزاء من الثانية، مرضي الخليفة بن حمد بن سليم الكتبي. تهانينا والناموس للجميع.